مولود الميزان أول سؤال بيطرح نفسه، هل مولود الميزان ده عاطفي ولا مولود الميزان ده واقعي وعملي، ولا بيحكم على الأمور إزاي؟ هو طيب هو طيب وعصبي. هقول لك بقى هو إيه. مولود الميزان عنده ازدواجية غريبة لا يحملها إلا مولود الميزان، يعني عنده كل حاجة وناقضها، يعني طيب وعصبي. شفتي انت قلتيها كده، انا بقول كده يعني بدون ما تكون عندك خبرة في العلم. لا، هو طيب وعصبي، هو هادي وعصبي، هو مسالم وعنيف، هو طيب يعني في شيء ونقيضه في كل حاجة. وهتلاقيهم الاتنين عنده بالملي، لأن هو ميزان، يعني على قد طيبته على قد عصبيته، على قد عصبيته، صح، على قد طلعانه، على قد نزوله، على قد الخير اللي فيه، على قد برضو انتقاميته اللي فيه. يعني ما هوش وديع قوي وما هوش عنيف قوي، هو عنده يعني الوسط بالظبط. طب لما بيجي يدخل في علاقة بيعمل ايه؟ ما بيسيبش العنان لعقله ولا بيسيب قلبه يسيطر. يعني ايه؟ يعني انت دخلت في علاقة عقلك بيقول لك لا، المنطق بيقول ان العلاقة دي اخرتها فشل، طيب بس يفضل مكمل. بيفضل مكمل ليه؟ لانه قلبه بيقول حاجه، فهو عايز يعني علاقه. ما بيسمعش للعقل، بيسمع للقلب. لا، ولا بيفضل ماشي ورا قلبه لغايه قلبه ما قلبه قال الكلمه لغايه ما يكتشف انا بحبها قوي، بس عقلي لا مش هيكمل. طب لو عقلك انت شايف علاقه فيها كل مقاييس العقل بس قلبك مش رايح لها، نافر منها كده، بس العقل بيقول دي كذا ودي كذا، عقلك رايح لها بس قلبك مش بيحن لها، برضه هيرفضها. هو عايز حاجه عقله وقلبه متفقين، ما بيغضبش حد فيهم، ولا بيغضب قلبه ولا بيغضب عقله. فانا هدخل الميزان ما بيدخلش غير في العلاقه اللي قلبه بيقول عليها وعقله راضي عنها، الاثنين مهما كلفته عشان من كده بيطول كتير في الارتباط. شوفي لسه بقولك مهما كلفته بينفصل، يعني يدخل في علاقه بيلاقي يا اما العقل بيقول لا، يعني عارفه اللي هو دايما رجل بره ورجل جوه، وده بيضيع عليه فرص كتير جدا من كتر ما انت يا ميزان متردد وحيران ودايما عندك في قراراتك رجل بره ورجل جوه، بتضيع منك فرص في حياتك كتير جدا. هو شخص حبوب جدا، حنين جدا، موضوعي جدا، وعايزه اقف عند حته موضوعي دي لان هو ميزان. فالميزان مش ظالم، البرج اللي مش ظالم ليه؟ عندك النهارده قضيه وسين وصاد مختلفين عليها، عايزه تدوري على حد يحكم. دوري في دايرتك مين ميزان وتعالى يا عم الحاج احكم بينا. عارفه لو اخته وامه في قصه وحد غريب وامه هي اللي ظالمه او اخته هي اللي ظالمه، لا هيروح مع الحق، ممكن ينصف الغريب على امه واخته لان ضميره الصاحي دايما، بس هيبلغها بالدبلوماسيه واللباقه، مش هيزعل حد منه. يعني هو هياخد صف الحق بدون يخرج من القصه، مش مزعل حد خالص، مراضي اللي جه عليه واللي جه معاه. بس عايزه اقول بقى حاجه وغريبه في مولود الميزان، هو يحكم كويس جدا جدا بين الناس، لكن لو الموضوع ما بينه هو كميزاني وحد تاني لا بياخد صف نفسه، ما بيشوفش نفسه غلطه. يعني حكمه الميزان في اي قضيه ما بين الاتنين غرب الا نفسه، الا نفسه. حطيني بقى انا كميزاني قضيه بيني وبينك، خليك منصف، خليك عادل، ده انت معروف بعدلك بين الناس. ينسى الموضوعيه والانصاف، كاثر مرايته، كاثر مرايته. خليني اقول ان الميزان من عيوبه الانانيه. احكم بينكم طالما الموضوع لا يمسني او مش مقرب مني، هبقى موضوعي جدا، موضوعي جدا وحكيم جدا، ومعظم القضاة والمستشارين ممكن يكون منهم. يعني الوظيفه اللي تنفع لمواليد الميزان قاضي او مستشار او لجنه تحكيم او حكم كوره، يعني حاجه تحكيميه. لكن ما تحطهوش هو موضع خلاف او نزاع، لانه بلايندلي هياخد عمياني، هياخد صف نفسه. فانت يا ميزان مش حقاني فيما يخص مواضيعك، انت لو في موضوع هتحكم لنفسك، ما بتشوفش نفسك غلطان. طب اناني طبعا هيزعلوا مني، بس يعني هي دي الحقيقه. بس دايما يعني من صفاتهم الانانيه. الميزان لازم يبقى في حياته حاجتين، شغلتين، ستتين، قصتين. هو رجل الميزان، رجل الميزان عينه زايغه، 2 3 4 10 مش لازم 2. رجل الميزان من الابراج اللي عينها زايغه اللي ذكرناها قبل كده، ثالث واحد طبيعي كان الميزان. يعني هو الميزان بيحب الستات، بيحب الستات ليه؟ لان كوكبه الحاكم فينوس. فينوس هو كوكب الجمال، كل بيروح ورا الجمال. ما كنتش اعرف. لا معروفين يعني، دي من المعلومات. انا بقول لك هو بيحب الستات، انا ما كنتش عارف انه فينوس هي الطبيعي. طبعا اي ميزان يعشق الجمال. فالست الجميله تشد رجل الميزان، والست الميزان ست جميله على فكره. ست الميزان بتلاقيها دايما مهندمه وانيقه وجميله ومترتبه، ما تلاقيهاش مبهدله ومرمطه ومهرجله خالص، مش ست الميزان يعني. خليني اقول لك بقى مين بقى يا ميزان. هي حد دبلوماسي ولقب لبق حتى لو حكمت،
لطرف من الطرفين هي دبلوماسيه ولبقه وموضوعيه وذكيه جدا 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 وانيقه وجميله وشيك. طبعا راجل وست كل دول في الميزان، لكن لن اتغافل تردده الدائم وحيرته اللي هو بيخليه يفكر كتير قوي، الموضوع بياخد منه كتير قوي عشان يضمن، ما بيحبش يندم وما بيحبش يبقى مقصر. الميزان كاره للندم انه ياخد قرار ويرجع بعد كده يقول يا انا ليه عملت كده، وكاره ان حد يطلعه مقصر في دوره. ما تقعديش ميزاني قدامك تقول له انت قصرت في كذا وقصرت في كذا وقصرت في كذا، انت خسرتيه. وهو عشان ما بيحبش يظهر انه مقصر في دوره بيحب يدي كل حاجه وقتها لغايه ما اللي قدامك يزق. يعني ما تنزليش تعملي تسوق مع حد ميزاني، هاي حضرتك البس دي ولا دي، لا ناخد دي، لا ناخد دي. بصي ما تنزليش تسوق او حاجه فيها اختيارات مع ميزان، لانه صعب عليه، احساس صعب انه يختار وحد يشيله عاطق اختيارك الخطأ. فطبعا دي من الحاجات. احنا طبعا ادينا فكره عامه من هو مولود الميزان، بس خلينا اقول ان لو حطينا مميزاته وعيوبه هنلاقي حتى الميزان موجوده في دي. انت عندك ميزات قد عيوب، في ابراج تدخلي تلاقي ميزاتها كتيره قوي وعيوبها قليله، وفي ابراج تلاقي عيوبها كتيره قوي وعندها ميزتين ثلاثه. الميزان عندك كم من العيوب بالتساوي، يعني ميزان في كل حاجه، في طريقتك، في اسلوبك، في تفكيرك، في اختياراتك، ايه الميزان في كل حاجه ده؟ فهو فعلا ينطبق عليه، ليه نصيب من اسمه يعني.